ايش هدول؟ ايش هدول؟ ايش هدول؟ لا 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 الكريبر لا الكريبر لا يا جايز الكريبر لا او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد الكريبر كان لا 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 بمزح جايز لا 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 الكريبر الكريبر فاز الكريبر فاز لا 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 الكريبر فاز الكريبر فاز الله ما انا مسترجع اعمل ريسبون جايز مش عارف اعمل ريسبون ولا لا جايز 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 الحلقه اللي راحت احنا وقفنا عند الريسبون اذا بتتذكروا انا كيف حرصت منه حوالي كتير زومبي وما معي ولا اشي فاللي صار كالتالي انه طلعت على النهار وانا قاعد بقرر يا رب يا رب يا رب الحمد لله الحمد لله رسمنت فوق وما جاد ما توقعت والله 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 ما توقعت اني رسمن فوق هاي 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 هلو كريمر مشكلة كريمر ما بنحرق او ماي جاد او ماي جاد انا كيف بدي انزل لتحت الفكرة هسه مش اني انزل لتحت الفكرة انه ما حدش يقتلني بس انزل او ماي جاد او ماي جاد انا ناسي انه شو اسمه السبايدر بيقدر يطلع لفوق حضل فوق انا مش حنزل ساحر يا حبيبي بس من عندي ساحر او ماي جاد جايز 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 ايش اللي عم بيصير ايش اللي عم بيصير اوكي هلو اللي راح يصير كالتالي بدي اروح انطلق لهذيك الجهه كيف بعرفش لا لا كنت اصنع خيوط منه انا خايف انا توترت اي 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 اوكي انا لازم اقتل واحد من السكلتون عارفين تعال تعال اطلع لي اقتل ذاك السكلتون هاي ليش كريمر كريمر وريتني اهتم بالسكلتون والكريبر وريتني اهتمكم يا كلاب يا كلاب لا 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 ليه بيهاجم بنهار ما قبل شوي ما كانش يهاجم الكلب شو اللي تغير ليه ما عم بضرب ما عم بتدمج الكلب تعال ليه ما ليش ضربتي بتصيبهم مش ها ما انا عارف انه ها اخ ايش عم يشرب مهيل ليه السعر هون كتير قوي ليه كتير قوي ليه كتير قوي بدي افهم ليه كيف في هيل مع بعض لا اوكي علي وعلى اعدائي يا كلب اطلع برا اطلع اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع 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 ايوه انكب يا كلب يا كلب يا كلب يا كلب اي 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 لا 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 بمزح 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 مش علي ولا على اعدائي اخ 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 حرفيا اصعب شيء بعمله بحياتي اوكي انا مهمتي حاليا اكسر كل الشجر رح يجي الليل رح يجي الليل I think انه معي خيوط يعني بقدر اعمل ايش تخت ما بيكفي guys ان شاء الله بشوفكم الحلقة الجاي هضلني هون مش هطلع من مكاني yes والله مش هطلع من مكاني خلص وفانتوم هلا حييجي طبعا كونه من مناش ولا ليلة وانا مكملة تصوير بالحلقة اللي وراها حياتي صعبة انا من هلا بستسلم guys اي حدا بدي يقتلني اي حدا حيرسبن ما في حدا نو حدا بدي يرسبن يقتلني يا جماعة بما انه فيش حدا خليني انا ماشي هيك اعطينا بس اكس من خشب لو سمحت لا بدنا اكس من خشب بدناش اكس من حجر لازمني سبايدر عشان اقدر ابني تخت عشان اصير انام بالليل ما بعرف صراحة ليش ما رسبن الزومبي تاني يوم مش فاهم السبب صراحة انتوا لازم تحكوا لي يا جماعة بالخير جماعة الخير بالتعليقات وصراحة شكرا كتير 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 لكم على الفيديو الماضي كتير ساعدتوني بالتعليقات المشكلة ان انا حمارة انتوا حتى لو تساعدوني حضل استيعابي بطيء بدنا نظبط المكان المعفن اللي عملناه هون ونعملنا بيت صغير زي ما حكينا هديك المرة جايز 3 days later اوكي جايز جاهزين
واحد اثنين ثلاثة أربعة Let's go! I like it guys! كتير حلو. انتوا شايفينه من هون هو بس واجهه. لا guys والله في تكملة له. هاي 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 منظور ثلاثي الأبعاد guys. اوكي شباب تفكروا انه بس واجهه. كل ما يصير معنا guys فحموا شغلات حيصير منور البيت، بس هو حاليا معدم. تفرجوا. اوه ماي جاد. طلع 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 طلع. I like it. صراحة بده شوية تعديل من جوا، بده شوية هيك أشياء أشيلها، بس ما علينا لغاية الآن لطيف. أوكي جايز رح تسألوني هلا السؤال الكتير مهم، ليه هاي الواجهة مفتوحة؟ جايز وببساطة شديدة عشان ما عندي لغاية الآن أي مصدر من مصادر النور. إذا إحنا سكرناها هاي حتصير يعني بيت زومبي مش بيتي جايز، وأنا إنسانة كتير شجاعة، فعشان هيك ما بحب أقتل الزومبي. أوكي جايز البيت ناقصه شغلة واحدة، بتعرفوا شو؟ الباب. يعني لازم 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 نحط باب. ما بقبل بيتي يكون بدون باب جايز، حتى لو كان بدون شو اسمه. اوه والله صار احلى مع باب جايز، والله كثير عادي صار. اي نعم انه بدون واجهه كامله بس انه عادي، اهم شيء يكون في عندنا باب. اهم شيء الباب. اللي راح يصير كالتالي جايز، راح نحاول نمد سلاب هلا لوحده من هدول الجزر عشان نروح نستكشفها. خلص بكفي، ما فيش انوار، مستحيل يطلع لنا انوار هون، ما في شيء اجيب منه ايرون. عارفين انا اللي مبين علي انه هاي اقرب شيء، فحننزل شو نعمل؟ نموت للاسف، نموت. زي ما انتم فاهمين علي، عشان دمي يتعبل انه ما معي اكل، وانا هيك خسرانه معيش غير 3 خبره، يعني بدونهم احسن. فاهمين؟ مستعدين نجرب تجربه الموت العظيم. يلا هلو. بدأت الرحلة يا جايز. هاخد معي بس هدول السلابات عشان حبني خط واحد بس، مش هتوسع. ان شاء الله بشوفكم السنة الجاي. Several months later. اوه ماي جاد لمحة. اوكي اوه ماي جاد جايز مش فاهم، بس خلاص هيك غابة الجنجل يعني وخلاص. مين قالكوا انه اسهد وفقط المطلوب؟ يعني مين قالكوا اني حفرح؟ بطيخ. لا انا حفرح واجيب معي مين يفرح كمان. انا حفرح قال بطيخ يعني اكل. طب قبل ما يجي فانتوم ويشيلني انا شو بعمل؟ بجهز نفسي من هلا. عند هاي الجزيره بخلي كرافتنج تيبل. هات 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 البطيخ. اخ هيو كاكاو. ايش حستفيد منه؟ ضروري تحكوا لي ايش حستفيد منه بالتعليقات. طبعا ايش ماخذ راحتي، جزيره صغيره. اخ ما طلعش خيوط لا منه ولا من. طيب جايز راح اتهاوش انا مع الكريبرز غاد والاشياء هناك. انا اصلا ما بدي اعيش. اوكي بتوقع انه يكون في بيتي كريبر واشياء اتوقع. طيب انا اجيت هون على امل يكون في ايش حدا مرسبن، بس ما حدش مرسبن. طيب انا ممكن اسال سؤال كثير ممكن يفيدني. انا بهاي الحياه يعني انا لما اجيت على هذا المكان ايش استفدت من حياتي؟ ايش استفدت من السكاي بلوك اللي انتم بتحكوا لي العبيها صار لكم سنه؟ انا لازم اعرف الهدف. كيف حقتل التنين؟ كيف بدي اروح على عالم النذر؟ عندي كثير اسئله. يا حيوانات انت وياه. ايوه. ايش استفدت انا منك؟ ايش استفدت منك وقعت؟ وايش استفدت؟ انا معي قلب طبعا، بجاهد بقلب قاعده، ما بعرف كيف حعيش بقلب واحد، ما عندي اي علم. طيب جايز انا اموت اشرف، والله اموت احسن. تعرفوا شو اخر حلقه؟ بدي احط تحدي ممنوع اموت، لانه ما شاء الله عم بستسهل موضوع اني اموت، فاهمين؟ هلا الهدف الاخر انه نروح نستكشف كمان الجزر اللي حوالينا. بدنا جزيره يكون فيها ايرون. أنا حاسس حالي حوقع. أوكي حجيب العيد. ما حنطنط. بدنا مكان فيه أيرون وفحم، أرجوكم. طلعوا عم بموت. عم بنازع عشان أكل قليل. الحل الأمثل وهو أن أوكي أنا حبيت موضوع إني برسبن فوق الشجرة، عارفين؟ تفاحة. هلا راح يصير كالتالي، حيرسبن هون سكيلتون، حيرسبن الكلب هداك شو اسمه؟ سيت سبايدر. فبنقدر نبني تخت عشان نقدر ننام، بس قبل هيك جايز لازم انه نروح على واحد من الجزر. اوكي حاب اروح هذيك، بس يلا هاي يا رب. يلا بسم الله ليتس جو. الله بدي 4 سنين.
Approximately 10 hours later. توقع انه رسبان اشي. عيني انتم حيو هالكريبرز. من بين كل الحيوانات من ايش غير الكريبر الرسبان؟ ايوه انت اطلع اطلع. ايوه تعال. بدرفش يطلع من الباب. شت. اي 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 عادي عادي والله ما عندي اشي اخسره. وينهم؟ لا هو عم مبدئي انحشر بالشجرة. جايز اللي صار معي كالتالي، وانا اصور بهاي الحلقة اللي انتو عم تشوفوها هلأ، البي سي فجأة اعطاني رسالة انه ما بعرف فل مساحة ولا في اشي خرب فيه، لو بي اس بطل يشتغل مش عارف. المهم صار في مشكلة عندي بالبي سي، فاضطريت اني اوديه للتصليح. ديل يا جماعة الخير، ما بعرف صراحة شو السبب انقطع التصوير فجأة. كنت فاكرة حالي اني بصور وطلعت ما بصور، فانا مشيت شوي صغيرة يعني المشكلة. المهم انه راح عليكم لقطات وتزن بدني، بس الحمد لله يعني قدرنا نحتفظ يعني بجزء شوي يعني من الفيديو، يعني تقريبا ساعة ما راحت علي. وهاي الفترة اللي انا صلحت فيها البي سي عملت كتير شغلات بالعالم صراحة، وعارفة انه انتم بالتعليقات بهدلتوني عشان ضيعت بوكت اللافا. انا ايش اعمل؟ ضيعت بوكت اللافا. قال كتير منكم بيحكوا لي عيد العالم من اول. هو يعني الشغلة شوربة عيد العالم من اول؟ جايز ايش هذا؟ ايش يعني عيد العالم من اول؟ اوكي لا مش هعيد العالم من الاول، وراح اتحدى نفسي وحكمل العالم بدون بكوت اللافا هتاعكم. بس بعيدا عن المزح، بعيدا عن المزح يا جماعه الخير، صراحه تعليقاتكم بالفيديو الماضي اسطوريه، جد كتير فادتني وكتير تعلمت منها، وان شاء الله هطبق نص التعليقات اللي انتم حكيتوا لي اياها، التعليقات المفيده، لانه في تعليقات كانت تمسخر علي، كانت تمسخر على لعبي وكانت تحكي عني نوبه. والله انتم كل واحد بيحكي عن انت النوب يا يا يا, يا نوب. اما التعليقات الكيوت دول راح اعمل كل شيء بيحكوا لي اياه بالفيديو، كل شيء. اوكي جايز حورجيكم هلا شو التغييرات اللي عملتها بالعالم. او ماي جاد ليش انت يا نعل؟ اوكي اذا بتتذكروا كنا بانيين هون بيت، اوكي؟ كنا بانيين هون حديقة شجر، اوكي في فانتوم؟ يا خوفي. اوكي كنا بانيين هون حديقة شجر يا بابا. وهذا البيت عملت عليه شوية تعديلات شوية صغيرة، وهون عشان ما اوقع حطيت هدول، يعني انا لو بنطنط للصبح المفروض اني ما اوقع، المفروض، اوكي؟ اورجيكم البيت ان شاء الله ما يكون فيه زومبي، صراحة جدا فخورة بالبيت لأنه كنت عارفة انه حيكون فيه زومبي. هلو، اوكي عملنا هذا البيت وعملنا الشبابيك هدول، بصراحة خليني اورجيكم. صراحة كثير فخورة جدا 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 بنفسي، وعملت هون حديقة هيك خارجية برانية هيك للهواء الطلق، بس كانت الحديقة بذكاء يا جايز. احكي لكم شو سويت، طلعوا كيف هنا بقدر افتح واسكر، وحطيت عندهم كمان اشي بيفتح وبسكر عشان لما يطلع زومبي ما يقدروا يهجموا علي، انا بس اقتلهم. طلع 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 هيو هيو ماي جاد. اوكي جايز زي ما انتوا طلع ماسك شفل الكلب. لا 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 ايش في؟ ايش في؟ شو صار؟ صار اشي برا، اتوقع الفانتوم. فانتوم اوكي راح اشرح لكم سريع 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 للي صار. شو 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 او ماي جاد بترعد. او ماي جاد سكر سكر. اوكي خلينا نشرح من الشباك جايز. مالو الشباك؟ هاي الشبابيك ما شاء الله، شايفين جايز؟ بنيت على كل جزيره بنروح نستكشفها خشب عشان ياكل كثير وقت لما ابني خشب من كل جزيره لجزيره، فان شاء الله ان شاء الله تعالى الحلقه الجايه راح نروح نستكشف كل الجزر الموجوده حوالينا، وراح نحاول نتقدم بالسلسله قدر الامكان. اوكي يا جايز فترقبوا الحلقه الجاي. اوكي مش عارف انا ايش اعمل، سكر الشباك بلاش يجي منه حدا. اوكي بشوفكم الحلقه الجاي يا جماعه، يلا با. حطيتوا لايك، تبعتوني على انستغرام، تبعتوا تيم نصر يا جماعه الخير، في تحت حاطه روابط تيم نصر للي بيحب يروح يتابعهم. اوكي جايز يلا.